السلام عليكم، رمضان كريم ومرحبا بكم مره اخرى في شيوه الحرقات مع ام سعد. اليوم من وصفات رمضان غادي نديروا واحد الشيوه اللي هي سهله وبسيطه بزاف. اللي غادي نديروا ان شاء الله الباندومي بالشاركوتري والفرماج. مقادير اللي هما بساط. عندنا هنايا الباندومي، انا اختاريت الباندومي كومبلي ديال الخاله. وهنايا عندكم اختيار، تقدروا ديروا حاجه واحده. عندي فرماج ديال الساندويتش، وعندي هذا الفرماج بالاعشاب، عندي لادان فومي، وعندي الكاشير. ممكن تختاروا غير وحده فيهم، وممكن ديروهم كلهم. وعندي هنايا فرماج اطارتيني، فرماج ديال الدهن. وهنايا عندي الحليب، جوج ديال البيضات، وهذا اللي كيبان لكم كحل شي شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه، غير جوست بوغ البيض، حيت هادشي كلشي مالح. المليحه اللي درنا البزيره على قبل البيض. وهنايا عندنا مقله فيها الزيت ديال القلي. هادو هما المقادير، وندوزو ان شاء الله للطريقه. اول حاجه كنبداو بها كندهنوا هاد لي باندومي ديالنا. بغيتو ديروا فرماجه كامله ديروها، بغيتو ديروا غير نص ديروه، نتوما الاختيار ديالكم. كيجيو لذاد هادو بزاف. انا كنديرهم للفطور زعما بلا رمضان، كنديرهم للفطور ديال الدراري الصباح ولا في الكوتي في العشيه. هكا صافي، انا دهنت هذه مثلا غنديروا فيها الكاشير، ونديروا فيها واحده اخرى. نبقى حتى نكمل كل وحده درت واحد فيها كاشير، هذه غندير فيها لادان، وحده اخرى غندير فيها الفرماج، وانا غادا حتى نكمل ونعاود نشوف لكم على هما. بعد ما دهنتهم بالفرماج خليتهم بحال هكا غير باش تشوفوا. هادي نحط عليها اختها، كلهم غادي نحط، كل وحده نحط عليها طريف ديال باندومي، ولا كيف تيقولوا لي فرونسي لو بان بيردو. كنطربوا هاد البيض، انا شعلت على المقله باش تسخن، على الزيت باش يسخن في المقله. دابا غادي ندوزوهم في الحليب هو الاول، ما نخليهمش مده طويله، راه غادي يشربوا لنا الحليب كله، وما غاديش نقدروا نهزوهم حيت غيبداو يتفرتوا. بسم الله، هكا بسم الله كندوزوهم في البيض. ممكن الا بغيتوا ديروا طريقه سهله تخلطوا البيض مع الحليب، ماشي مشكل. بسم الله، هادو واحدة أخرى، كيجيو هائلين هاد البلدات. المقلة عندي صغيرة ما غتهزش ليا كتر من جوج، نغسل يدي ونطيبو هاد الجوج ونكمل. غير كيتحمروا حيت خص غير البيض يطيب، كلشي طايب. هكا غادي نبقى حتى نكمل الطياب ديالي ونتلاقاو ان شاء الله. التقديم النهائي ديال الباندومي بالشاركوتري هو هذا. هذا قطعتهم على جوج ووقفتهم هكا غير باش يبان لكم المنظر، وزينته بوريقات ديال النعناع. وهذا درت خليته هكا ما قطعتوش، ودرت فوق منه شي شويه الفرماج مني كان باقي سخون، راه شفتو دغيا داب، وفرشت ليه وريقات ديال الخس. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم. اللي مازال ما تابوناش يتابونا، ديروا لايك وبارطاجيو مع اصحابكم، وشكرا.